مشاهدينا، وإلى موضوعنا التالي عن الخجل الاجتماعي، والذي هو آلية دفاعية يبتكرها الدماغ للهروب من الرفض أو السخرية التي يقابل بها الشخص الذي يفتقر إلى المهارات الاجتماعية، الأمر الذي يولد لديه شعورا بالتوتر لدى التعامل مع الغرباء، فيتحاشى التواصل بالعين عند التحدث مع الآخرين، ويتجنب المشاركة في المناسبات وحضور الاجتماعات. لنتعرف أكثر إلى الخجل الاجتماعي وكيفية علاجه، نستقبل معنا مباشرة من بيروت الاختصاصية التربوية نسرين مرعي. صباح النور نسرين. صباح الأنوار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك معنا، شكرا لتلبية الدعوة. جميعنا لدينا درجة أو أخرى من الخجل نسرين، يعني كيف يمكننا أن نفرق بين الخجل الطبيعي وبين الخجل الاجتماعي والذي يعتبر مشكلة واليوم نحن نناقشها؟ بداية أكيد صباح الخير لكل المشاهدين. بالفعل اليوم الخجل الطبيعي كلنا تقريبا عنا نسبة منه، وأكيد بتتفاوت، بس هيدا الخجل الطبيعي هو الخجل يلي ما بترافقه أعراض جسدية بتأثر كتير عليه لحتى يقدر يعمل تواصل مع الآخرين. أما الخجل الاجتماعي فهو يلي بحاجة مننا أنه كتير ننتبه، لأنه بيكون هو خلينا نقول اضطراب نفسي بأثر على علاقاته مع الآخرين. مثل ما قلت ببطل في تواصل بصري، بأثر على حياته أنه يتقدم يتطور، بيعمل له مثل ليميت حدود بتخليه ما يقدر يتجاوز يلي هو حابب أنه يوصل له، وبالتالي بصير عنده مشاكل كتير نفسية وتوتر ويمكن اكتئاب وقلق وحسب الدرجة يلي هو واصل لإله. نعم، طيب نسرين، يعني ذكرتي انه اجسامنا تخبرنا انه نحن نعاني من الخجل الاجتماعي بانه بتظهر بعض العلامات وبعض الاشياء، منها ما نتحكم فيه نحن وهو انه نتجنب النظر مباشره في اوجه الاخرين ونتجنب هذه الاجتماعات، ولكن حين وجودنا فيها ما هي الاعراض التي تظهر علينا وتخبرنا انه نحن مصابين بالخجل الاجتماعي؟ بالفعل اليوم وقت لما يكون عنا هيدا الخجل الاجتماعي، يعني منكون نحن عم بيصير عنا مثل مشاكل يمكن بتبين للآخرين أحيانا، وفي أكيد شيء بيكون داخلي. من الأشياء اللي أول شيء نقدر نشوفها بيكون عنده مثل رشفة صوته، بيكون عنده تأتأة، بيكون ما عم يقدر يعمل تواصل بصري، بيكون هيك عنده دقات قلبه بتتسارع، بيكون حتى كمان مش عم يقدر يعني إذا بده يحكي مع شخص بتلاقيه كثير ملبك. فهول الامور بنشوفهم نحن وبنخلي الواحد نقدر نكتشف انه هيدا عنده هيدا الخجل. كمان مثل ما قلنا في اشياء بتكون بجسده عم بتصير، حتى بتكون بسلوكياته، لانه بيكون مش عم يقدر، يعني دائما بفكر انه شو بدهم يقولوا عنه الناس، دائما عنده خوف من كلام الناس، دائما عنده القلق التوتر حتى اكتئاب، دائما بده يهرب من الناس، بيرفض كثير يتواصل مع الناس ويعمل علاقات. وهلا بنشوف اكثر كيف هيدا الشيء بياثر حتى بحياته المهنيه الاجتماعيه، حتى ببيته كيف بده يكون هيدا كله بياثر. نعم، يعني نسرين خليني بس اعتذر لمشاهدينا اذا كان في مشكله في الاتصال او في الصوت، هو حتى الان كل الحديث الذي تفضلت به واضح، هناك فقط بعض التشويش نظرا لسوء الاتصال، ولكن يعني اتمنى انه المعلومات تكون واضحه لمشاهدينا. هنا اخبريني، الخجل الاجتماعي لا يؤثر على صاحبه نفسيا فقط، ولكن له تبعات، له عواقب اخرى، عواقب على حياته الاجتماعيه، على عمله، على علاقته بالآخرين، ما هي هذه المشاكل؟ أخبرينا عنها أكثر. أكيد بسبب الخجل بيصير الواحد حتى بحياته المهنية، يعني خلينا نقول إذا كان بيشتغل
بيحاول دائما يتجنب يكون بالميتينغز بالاجتماعات يلي بينه يلي بيعملوها الشركه، بتلاقيه دائما بيبتعد، دائما اذا في فرصه بخاف يقول انا، لانه هيدا الخجل مثل ما قلنا بيعيق تطوره وتقدمه، واذا ما يعني انتبه له ما بيقدر يتقدم. حتى اليوم هيدا الخجل بين هلا يعني بنلاحظه في كثير بالمدرسه، وقت لما يكون اذا عم بحكي كمان بحياه الجامعيه والمدرسيه بنلاحظ انه لانه هن كمان مش عم يقدروا يتواصلوا بشكل سليم، فبالتالي بيكونوا هيك ضحايا لموضوع التنمر وما بيقدروا يكونوا هيك الانتوراج البيئة يلي حولهم، وهيدا الشيء طبعا بيسبب مشكلة كتير كبيرة. فاليوم حياتنا مبنية على التواصل والعلاقات مع الآخرين، عندما نفتقد التواصل مع الآخرين بنكون نحن صراحة حرمنا حالنا من شغلة كتير مهمة، وخصوصا انه نحن اليوم لحتى نقدر نكبر ونعلى ونرتقي نحن بحاجه لانه كمان يضلنا عم نتعلم، عم نفتش على طرق مساعده لنا لتطورنا. فاذا كان عندنا خجل من انه نقدر نتطور فطبيعي اكيد رح نبقى مكاننا بل حنرجع لورا. طب كيف ممكن نعالج هذه المشكله؟ يعني ما هي العلاجات المقترحه من قبلك؟ جلسات علاج، علاج سلوكي، ادويه، كيف يتم علاج هذه الحاله؟ بداية لابد من التقييم، تقييم الحالة لأي درجة واصل فيها هيدا الشخص يلي عنده هالخجل الاجتماعي. وقت لما يتقيم من قبل معالج نفسي بيتبين شوي الحالة من خلال الأسئلة اللي تطرح عليه، لأنه بنعرف اليوم في خجل بيكون بعده مقبول، في خجل بيكون زايد عن حده، في خجل بيؤدي لأنه يبلش يتعاطى بالممنوعات، يمكن يفكر بالانتحار. فأكيد لكل مثل ما بيقولوا حالة في طبعا طريقة للعلاج، في شيء بيكون من خلال المعالجة النفسية، من خلال الكوتشينج، وفي أشياء بتكون بحاجة ل دكتور يعطي أكيد أدوية، لأنه إذا كان واصل لمرحلة من بيأخره من العلاج طبعا مش لحاله رح يصح وبحاجة ل مساعدة. إذن هي مشكلة يمكن علاجها عند طلب المساعدة من المختصين، ويمكن عكس سلوك الخجل الكبير، وعكسه هو يصير الإنسان أكثر ربما جرأة وأكثر تعاملا بطبيعية بدون أن يصاب بهذا النوع من التوتر، بما سينعكس بصورة أكيد صحية على حياته، على مجتمعه، على عمله، وعلى علاقاته بالآخرين. شكرا جزيلا الاختصاصية التربوية نسرين مرعي، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. Thank you.